عفيفي عفيفي. نعم ست نعم. كبية المناضلة معلمك بسرعة. حاضر. وما تنسي تقلي الحامون. حاضر. عمالك على الصبي عادي بعدي عنا شوي ارتاحي مشان الصبي. ايه حبيبتي ارتاحي ما تتعبي حالك انت خلص. عمر شوف نحن امبارح الدكتور قال لنا يعني اي تعب على هنودي يعني هو تعب على الصبي واي تعب على الصبي حملك المسؤوليه لك مباشره وهي من هلا قلت لك وصفي. يلا يا مرا زيح. اوف خذي شي بشنتك من جوا تقلك. لوين بهالوقت؟ على بيتنا. طيب قبل ما نعرف وين تجوزت وكيف تجوزت. ولك 60 سنة على اللي بيتجوز وعلى اللي ما بيتجوز. البنت ما بتحترم كلمة أبوها. الله لا يقيمها. لا أرجوك أمر أرجوك هيدي الكلمة بتأثر كتير على الصبي. لو كان ولد حضرة الصبي بالسلامة أوعك تقليله إنه عنده جد. ولا ست. لا أرجوك كمان هي بتعقد الصبي. لك راح بس راح كف بنتي كمان راجع على الصبي. شو بدك تركتيني من ماما على وحدة؟ بيي ما في لزوم لكل هالحكي. هلا ان حبيتوا تزورونا اهلا وسهلا فيك وما بتحبوا انتوا حرين. صدفنوا مثل ما بدكم. ليه منادى؟ وتجيبي شنطة الست من جوا والحقينا على السيارة. وليه منادى؟ سرابية انت مشان الصبي. عفو اعطيني اياها انا بشربها نشف دمي. تفضل. يا ريتكم فهمتوني. ما كنت كذبت هالكذبة اللي ما بعرف لوين رح توصل. سكين هنود هيدي المزنطرة رح تضلها ملزقة هون. عفيفة. نعم. خلي معروف فوتي على المطبخ اعملي لي لقمة لأني ميتة من الجوع. دخلك هيدي أبوها كان يشتغل بوليس سير؟ لا ليه؟ يا رح تحب تأشركتي؟ سألتني السؤال وجاوبت علي. كان عم تشرك إلي؟ طبعا لإلي. إيه سكرت عم تشرك لإلي؟ لا لإلي. النود؟ نعم. ناسنا شو رأيك نفوت النام؟ 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 ما نحن مجوزين وتعبانين وبكره عنا شغل حبيبتي. تسمع أنت تضبك لكيشك وتفل؟ بتصدق هنود؟ يعني الدغري مرتين ثلاثة كنت عم بسأل حالي انه حقلك اني انا حروح نام ببيتنا بس خوفين تزعلي مني. لا ما رح ازعل حبيبي يلا دامي. شوفي بس صحي اذا كان زعلانه مني قولي لي. قلت لك مش حازعل خلصني منك بقى يلا فل. يب يا ويلي على المصيبة يا ويلي على المصيبة. ولك شو بيك؟ ولك شو فيك؟ شو بيك؟ هنود؟ ايه؟ في كلب اسود كبير نايم حد السيارة. شو يعني؟ شوفي خليني نايم انا هون، عند بكره هو بيروح انا بروح. قدامي، قدامي عم بقلك خلص منك. كلب اسود. يلا. حلو يقبض القصة جد ويفكرني عن صحيح مرته.